لغة الحب ما بتشبهش أي لغة تانية. ببص له ببقى عارفه هو عايز يقول ايه، ببقى عارفه هو بيفكر في ايه. عامه الكلمه هي اللي بنقولها نحن هي بترجم الحب، بس هو الحب الحقيقي احساس. هو احساس ان لازم يبقى في الحب فيه تنازلات. طبعا طبعا. انت عملتي تنازلات؟ كلام في الحب الاثنين، 11 بتوقيت بغداد على MBC العراق.